الصبح ببداية عالم الصباح ما خبرتكم شو فيه، بس خبرتكم حضروا الورقة والقلم لحتى أعطيكم المقادير. شو عنا اليوم؟ اليوم الأربعاء، ومثل كل نهار الأربعاء في عنا وصفات سمك. عندي طبعا اليوم سمك بالرز المحمر. كيف يعني سمك بالرز المحمر؟ رح خبركن عنه. بلشت أنا بهيدي الوصفة بالطبق الرئيسي لحتى ينتهي بآخر فقرة. عنا كمان باستا لسان العصفور. باستا لسان العصفور كمان وصفة كتير طيبة رح نحضرها أنا وياكم بآخر فقرة للباستا لسان العصفور. وبضل في عنا وصفة الحلو. وصفة الحلو عنا إياها كمان مشاهدينا كرات الفواكه بجوز الهند. هول رح نحضرهم بآخر فقرتين. أما هلأ أنا وياكم خلينا نبلش بالطبق الرئيسي. الطبق الرئيسي عندي طنجرة على النار. بقلب الطنجرة شو في عنا بالطنجرة؟ في عندي سكر. سكر خليتهم لحتى دابوا بالطنجرة. بعد ما داب السكر بالطنجرة ضفت المي. لكن صار عندي سكر وعندي مي. عندي من الرز الهندي بيجي بضيف لوصفتنا رز هندي. اوكي؟ لكن ضفت رز هندي. نحرقهم مع بعض و نتركهم لحتى يغلوا. بعد ما يغلوا الرزات مع الصلصة، خلينا نشوف أنا وياكم لون الرز أو لون هيدا اللون أخذناه. حطينا لكان سكر لحتى تكرمل السكر، أخذ لون السكر، ضفنا لقلو نحنا المي. هاي المقادير عم تمر قدامنا على الشاشة. بيجي لتاني خطوة. تاني خطوة مشاهدينا في عندي زعفران. أوكي؟ عندي زعفران وعندي ماء الورد. بحط أنا ماء الورد فوق الزعفران وبتركهم كمان هول باخر فقره انا وياكم رح نحطهم على الرزات. نقعنا لكان الزعفران بماء الورد. بيجي بجيب الثوم. بدي بلش حضر تتبيله السمك. لكان في عندي ثوم. بحط طبعا رشه ملح. ثوم ورشه ملح. بدق التومات كمان مثل ما عم نشوف نحن بهالشكل. رح ضيف للثوم، رح ضيف بهارات، رح ضيف كزبرة خضراء، رح نضيف عصير حامض وأيضا زيت زيتون، وطبعا بدي أحط رشة كمون، وبدنا نحط رشة هيل ناعم وأيضا رشة كزبرة يابسة. طيب هول التومات عم دقهم بهالشكل. أنا رح ضيف التومات للوعاء. منجيب وعاء. أوكي؟ بحط التوم بهيدا الوعاء وايضا بضيف له من زيت الزيتون، عصير الحامض مثل ما خبرتكم مع البهارات. لكن هيدا التوم. بجي بحط فلفل اسود. هيدي التتبيله عم نحضرها نحن هلا للسمك. لكن عندي توم وعندي فلفل اسود. بجي بحط عصير حامض. اوكي؟ بجي بحط كمان كاري. بجي بحط كزبرة يابسة. كمان بحط كمون. وأيضا بضيف الهيل مطحون. ومنحط أيضا رشة ملح. وفيني حط كمان من اللومي أو الحامض الناشف المطحون. اوكي صار عندي هيدي الخلطه. بس هاي الخلطه بعد ما خلصت لان رح اجي استعين بالكزبره الخضراء. عندي الكزبره الخضراء كمان رح افرم الكزبره الخضراء وايضا ضيف الكزبره الخضراء للتتبيله. بعد ما اخلطهم مع بعض رح تبل فيهم السمك. السمك بعد ما نتبله بهالتتبيله، طبعا هون بقول لكل المشاهدين نحن يستحسن السمك نتبله من يوم للتاني، بس طبعا هلا نحن لنكسب وقت على الهواء رح تبلهم، رح لبطن طحين وارجع قلي السمكات. عندي قلي على النار في بقلبها زيت نباتي. هلا انتم هم مشاهدينا فيكم تجيبوا حيلا نوع من انواع الاسماك، ما عندنا اي مشكله. انا اخترت نوع طبعا سمك جاهز عندي بعد ما كنا نطفينه وايضا بعد ما كنا مغسلين السمكات. لكن هيدي التتبيله بخلطها مع بعض، بستعين بزيت الزيتون، بضيف لها زيت زيتون بعد ما كنا كمان نحن حاطين من عصير الحامض. لكن توم، عصير حامض، زيت زيتون، كزبره
خضراء، كزبرة يابسة، كمون، كاري، فلفل أسود، هيل مطحون، وأيضا حامض لومي ناشف كمان ناعم. طيب عم بخلطهم بهالشكل وبتبل فيهم السمكات. لكن مشاهدينا رح تبل السمكات، رح قلي السمكات، وبآخر فقرتين بخبركم بالتفصيل عن وصفتنا. أما هلأ بالعودة للجريدة. شكرا شيف، رح نتابع محطاتنا بعد لحظات مع ضيوفنا بحلقة سينما، خليكن معنا.